مباراة قوية ما بين فريق اتحاد طنجة وفريق أولمبيك خريبكا. أولى المحاولات كانت من جانب فريق أولمبيك خريبكا، هذه المحاولة مرت جانبا عن مرمى الحارس المجهد. فريق اتحاد طنجة لم يتقعس للوراء، أكسيل ماي حاول من خلال هذه المحاولة وتصدي جيد لفرني من خلال هذه اللقطة. فريق اتحاد طنجة ضغط بكل ما أوتي من قوة، توفيق إنجوتن ينفرد ويسدد وفرني كان في المكان المناسب. استمرت المحاولات بين أخذ ورد، هنا نتابع هذه المحاولة لاعب أخبوني والتصدي ولا أروع للحارس هشام المجهد، والجرفي يبعدها إلى الركنية. مباراة خلال هذه الجولة الأولى كانت قوية، هذه اللحظة وهذه التمريرة التي سنتابع، تمريرة كانت جميلة أقصى الجهة اليسرى، هدف ولا أروع، تسديدة قذيفة لا تصد ولا ترد لأسامة الحفري الذي هزم الحارس مجد الذي ارتمى، ولكن تسديدة لاعب الحفري كانت قوية، هدف ولا أروع وسيعتبر هو الأجمل خلال هذه الجولة 18. ردة فعل قوية لفريق اتحاد طنجة بواسطة الديف أكسيل ماي، والحارس فني كان في المكان المناسب. حمودان عجز عن هز شباك فرني. تنتهي هذه الجولة الأولى بتفوق فريق أولمبيك خريبكا بواقع هدف لصب. ننضم للفريقين خلال الجولة الثانية. فريق اتحاد طنجة بدأ الجولة الثانية بشكل جيد من خلال هذه المحاولة وتدخل الحارس فرني الذي كان سدا منيعا أمام محاولات فريق اتحاد طنجة. فريق أولمبيك خريبكا من خلال هذه المحاولة سيكايون كاد أن يوقع الهدف الثاني لولا تدخل الحارس هشام مجد الذي كان كذلك متألقا في صد كل المحاولات الخطيرة. هنا محاولة من جانب فريق أولمبيك خريبكا لكن لم تعطي تغييرا في النتيجة، واستمرت هدف لصبر فريق اتحاد طنجة. حاول أن يعود ويعدل لكن اصطدم بإرادة قوية لدفاع فريق أولمبيك خريبكا. هنا أحد المحاولات وفرني الذي تألق وإجرة لم يكن موافقا في تسجيل هدف التعادل. فريق أولمبيك خريبكا كانت محاولاته خطيرة من خلال هذه المباراة وخلال الجولة الثانية. فريق اتحاد طنجة حاول أن يتجاوز الدفاع والحارس فرني كان سدا منيعا وأول جدار دفاعي صد كل المحاولات. هذه محاولة من جانب فريق أولمبيك خريبكا وتسديدة والحارس شمجد كان في المكان المناسب. فريق اتحاد طنجة حاول أن يدرك هدف التعادل لكن بدون جدوى وبدون تأثير. لنتابع هذه المحاولة التي ستعطي الهدف وسط اللاعب كابيلو سيغايونغ الذي سجل الهدف الثاني لفريق أولمبيك خريبكا والذي أمن له الفوز بشكل واضح. هنا نتابع أحد المحاولات لكن الحارس فرني يتدخل بشكل جيد من خلال هذه المحاولة، وبالتالي تنتهي المباراة بفوز مستحق لفريق أولمبيك خريبكا.